świeci. شفيت فواز انت للحين تتحداني لو جايبها تقابلها هني في القهوه اللي يم بيتنا والله العظيم احنا دكتوره فواز اختار هالمكان عشان قريب من البيت عشان نلتقي فيه وليش التلاقون فيه اصلا شوفي سحاب انت قبل هالمره جيتين البيت وقصيتي علينا بكلام وقلتي ان انا احب فواز وهذا الحكي ترى ما دخل بالي وانا كاشفه كل الاعيبك فاهمه ولا لا يما ترى انت فاهم الموضوع غلط صدقيني احنا ما يجمعنا شيء غير ان احنا اصدقاء اي دكتوره احنا مجرد اصدقاء اصدقاء ليش تقابلون هني عندي مشاكل سالفه اختي وهو قاعد يساعدني ما قصر قوم روح البيت وبعدين لي كلام وياك قوم